هلا هو له اول شيء مجموعه تسميات، هو اسمه روماتويد ارثرايتس، اسمه بالعربي التهاب المفاصل الرثيان نظير الرثوي. طبعا هي مصطلحات تعريفيه، باختصار هو عباره عن التهاب مفاصل مناعي ذاتي عديد. كلمه التهاب مفاصل يعني هو عباره عن داء التهابي، ما هو داء تنكسي، يعني هو عباره عن شكل من اشكال الالتهابات المفصليه، يعني هو الم مرتبط بشكل اساسي الم السكون مو الم الحركه. كلمه مناعي ذاتي مرتبط بخلل ضمن المناعه الذاتيه. طبعا احنا نعرف انه مناعه الجسم بالاساس دوره حمايه الجسم من الاجسام الغريبه، حمايتها من الفيروسات، حمايتها من الجراثيم، حمايتها من الطفيليات الى اخره. بحاله المرض المناعه الذاتي من بينات الداء الروماتويدي بيصير عندي خلل، بيصير مناعه الجسم تهاجم الجسم نفسه، بتهاجم المفاصل بالدرجه الاولى وبتهاجم احشاء الجسم بالدرجه الثانيه نتيجه هي الخلل ضمن المناعه. كلمة التهاب مفاصل عديد هو ما بيصيب مفصل واحد، بيصيب عدة مفاصل بالجسم، وهي من الأشياء اللي بتميزه عن أشكال أخرى من التهابات المفاصل. إذن هو التهاب مفاصل مناعي ذاتي عديد، هي من حيث التعريف. طبعا بيظهر بفئات عمرية متعددة، في منه شكل شبابي ومنه شكل بيظهر عادة عند. هو عبارة عن مرض ما حكينا، بيصيب المفاصل بيصيب أجزاء أخرى. غالبا بالمراحل الأولى بيعطيني الأعراض العامة قبل ما يعطيني الأعراض المفصلية، يعني أعراضه بشكل عام فينا نقسمها لجزئين. الجزء الأول هو الأعراض المفصلية، وفي عندي أعراض ثانية هي أعراض خارج مفصلية. هي عبارة عن الألم، التورم، الاحمرار واليبوسة الصباحية. يبوسة المفاصل من أهم الأعراض اللي بتميز فيها الداء الرثياني، وتتميز إنه يبوسة طويلة. كلمة يبوسة يعني قساوة على مستوى المفصل، بيشعر المريض إنه في عنده صعوبة بتحريك المفاصل، مثل كأنه خف الزيت اللي موجود فيها، ما في عم بيقوم، عنده ألم مثلا بأسفل ظهره، صعوبة بتحريك جسمه، صعوبة بالنهوض من السرير صباحا. وأهم ميزات الألم الالتهابي أو اليبوسة الصباحية بالأمراض الالتهابية إنه طويل، ما بيستمر مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق، يمكن يستمر أحيانا أكثر من نصف ساعة. وبتميز الأمراض المناعية الذاتية من بينات الداء الرثياني بأنه بتتحسن حالة المريض مع تقدم اليوم. إنه مثلا بعد فترة سكون طويلة اللي هي النوم، بيحس باليبوسة، بيحس بالألم، تدريجيا راح يحس حاله أنه أموره عم تتحسن مع تقدم اليوم، بيرجع بينام، بترجع عنده الأعراض مرة تانية. هو مرض بيجي عادة على شكل هجمات. سألتوني عن أول الأعراض اللي بتظهر فيه. صحيح. عادة بيعطيني الأعراض اللي خارج المفصلية قبل ما يعطيني الأعراض المفصلية. أهم الأجزاء اللي بتنصاب بالجسم بالداء الرثياني، في عندي مثلاً ملتحمة العين، مخاطية الفم، عند الجلد، عند الرئتين والقلب والأحشاء الأخرى والأوعية الدموية. على مستوى العين يمكن يعطيني جفاف، فيمكن تكون من بداية تظاهراته هو جفاف على مستوى العين، جفاف على مستوى مخاطية الفم. يمكن مثلاً يبدأ يعطيني أعراض التنفسية نتيجة الجفاف اللي بسببه الطرق التنفسية، بيصير المريض يعاني من سعال مزمن. يمكن تكون أول أعراضه هي سعال مزمن مجهول السبب، من دون حالة التهابية، من دون قيح، من دون أي شيء. التبدلات الجلدية اللي بتصير فيه بيعمل نوع من أحيانا التقرحات البسيطة على مستوى الجلد، الجفاف على مستوى الجلد، وبيعطيني ظاهرة مميزة عن بعض الناس اسمها ظاهرة رينو، اللي هي عبارة عن تورم على مستوى الإيدين أو القدمين. تظهر عادة مثلا بلون أرجواني، لون احتقاني، تظهر بشكل أساسي بأيام البرد. وطبعا فرق الحرارة بيحرضها، يعني مثلا يمكن يكون مثلا واحد جاي من مكان بارد، بفوت مثلا غسل ايديه مثلا بمي دافي، بحس انه مباشره انتفضوا ايديه وبلشوا يعطوا مثل النقوزه او التورم او الشعور. طبعا هي نفسها يمكن تكون عباره عن قصه وراثيه، بس فقط هو التورم الايدين احنا بنسميه داء، عفوا ظاهره رينو الوراثيه، يمكن تكون هي جزء من الداء الروماتويدي. اذا بيعطي اعراض على مستوى القلب احيانا، طبعا نادرا يظهر بالتظاهرات القلبيه الا بالمراحل المتقدمه. فبشكل عام من اعراضه المبهمه يمكن تكون مثلا كبدايه للداء الرثياني هي الوهن والتعب العام. يمكن يستمر الشخص لفتره طويله، يعني يعاني من وهن، من تعب، من انخفاض معدل النشاط من دون مثلا اسباب واضحه، من دون قصور بالغده الدرقيه، من دون نقص بالفيتامين دي. مع الايام تبدا تتشكل عندي الاعراض المتكامله للداء الرثياني اللي راح تشخصه بشكل اساسي. عادة اللي بيشخص وبيعالج الداء الرثياني هو مو جراح العظام، هو طبيب المفاصل الداخلية روماتولوجي. نحن بنتعامل عادة مع الاختلاطات، بس هو جزء من حياتنا اليومية يعتبر. نحن بنتعامل عادة من مراحل متقدمة. قديما كان يشخص الداء الرثياني بشكل أساسي عن طريق التحاليل المخبرية، وتحديدا عن طريق الار اف اللي هو عبارة عن الروماتويد فاكتور، شيء نحن بنسميه أضداد النواة، لتحاليل مخبرية معينة. بعدين من خلال التجربة، من خلال الدراسات، من خلال كذا، صار عندي الأعراض السريرية عم توجهني باتجاه التشخيص أكثر من الأمور المخبرية، حتى صارت الأمور المخبرية متممة. لأنه العامل الرثياني أحيانا يمكن يكون إيجابي عند شخص ما هو مصاب بالداء الرثياني، وكمان أضداد النواة يمكن تكون سلبية عند الشخص المصاب بالداء الرثياني. يعني في إنه نوع كل واحد منه له درجة موثوقية. نحن من ناحية الأكاديمية بنعطي مثلا درجة موثوقية لكل تحليل من التحاليل، وبسبب وجود أعراض مفصلية وأعراض خارج مفصلية عملوا نوع من الكريتيريا بال2010،
حتى ناخذ مجموعه معطيات من خلال نشخص الدائره الثانيه. طبعا بيروح المريض بمجموعه اعراض، عدد المفاصل المصاب، تمام، توزع المفاصل ضمن الجسم، درجه تحدد الحركه بالمفصل، ايجابيه العامل الرثياني، ايجابيه تحاليل اخرى مثل سرعه التصفح للسي ار بي او ما يسمى بالبروتين سي الارتكاسي. تمام، هي كلها عوامل نحن بنعطي عليها مجموعه نقاط. بس يحصل المريض على درجه معينه مثلا انه مثلا فوق الستة، نحن حسب المشعر تبعنا بنقول انه هذا الشخص مصاب بالداء الرثياني، وعلى اساسه بنحدد نحن شلون بدنا نعالج. الروماتويد ارثرايتس والروماتيك فيفر، هاي الاسماء باللاتيني. روماتويد ارثرايتس اسمه بالعربي داء التهاب المفاصل الرثياني او نظير الرثوي. روماتيك فيفر اسمه الحمى الرثويه، بالعاميه بسموه الروماتيزم. الفرق بيناتهم هو فرق بحيث اليه الاصابه وسبب الاصابه. بالحمى الرثويه عاده بتصيب مفصل وحيد، الدائره الثانيه بيصيب مفاصل متعدده. التهاب مفاصل الرثوي بيصيب عاده مفصل كبير بالبدايه، مثلا مفصل الركبه او مفصل مثلا عنق القدم، بيظهر بشكل مفاجئ، بيعمل تورم بالمفصل. اما دائره ثانيه مثل ما حكينا بيجي على شكل هجمات، عاده بيبدا بالمفاصل الصغيره، مفاصل الاصابع مثلا باليد او بالقدم، بعدين يمكن ينتقل لمفاصل ثانيه، بيصيب مثلا المعصم، بيصيب المرفق، بيصيب الكتف، بيصيب الركبه، مثلا بيصيب ضمن العمود الفقري المفاصل الصغيره عاده اللي هي مثلا الرقبه اكثر ما بيصيب الاجزاء الثانيه. تمام، شلون؟ اما الرثوي مثل ما حكينا مفصل وحيد بتورم بشكل مفاجئ. الحمى الرثويه مرتبطه عاده بالتهاب جرثومي قيحي بنوع خاص من المكورات العقديه، تمام؟ هاي المكورات العقديه مثلا بتعمل التهاب لوز قيحي، بتعمل مثلا احيانا التهاب مثلا باجره الشعره مثلا على مستوى الراس او تحت الابط او اجزاء معينه من الجسم، بتدخل على بيدخل منها حطام للجسم، لان هذا الحطام بنسميه انتيجين او مولد الضد، فمباشره مناعه الجسم تتعرف عليه وبتشكل له انضاد بتصير تهاجمه، فهو بيترسب ببعض اجزاء الجسم مثلا مثل المفاصل، مثل مثلا وريقات الدسامات القلبيه، فلما بيهاجم الجسم هاي الاضداد رح يهاجم معها اجزاء من الجسم، فصارت المناعه موجهه ضد اضداد، هالاضداد هي اللي عم تسبب عم تحدد الجزء المصاب. اما بالدائره الثانيه هو مرض مناعي ذاتي بيصيب اجزاء معينه من الجسم بغض النظر عن وجود عامل خارجي. الحمى الرثويه مرتبطه بعامل خارجي دخل وحرض، وكل طبعا اصابه قيحيه رح تحرض رح تزيد معدل الاستجابه. اما الدائره الثانيه هو بالاساس بيكون في عندي خلل بمناعه الجسم. الحمى الرثويه إذا عالجت الإنتان القيحي بالبداية يمكن أحمي الجسم من إنه يصاب فيه. وكمان مثلا في عندنا نمط من المعالجة، إذا شخص عم يصير عنده مثلا التهاب لوز متكرر، يمكن يكون صار اللوز بأعمار معينة عادة مثلا 5 سنين فما فوق، بيكون جزء من مهم من الحل أنا عم خفف مصدر الجراثيم اللي عم سبب للإصابة. فيني أعطي مثلا صادات حيوية مثلا مثل البنسلين جي بجرعات عالية مثلا لفترات طويلة، فيمكن أدخل فيه بيدخل معه بشفاء. ذاك المرض اللي هو الدائرة الثانية كونه في عندي خلل ببرمجة مناعة الجسم، فأنا ما فيني أدخل المريض بشفاء تام منه، ولكن بحاول قدر الإمكان بالتعاون مع المريض أنه دخله بحالات هجوع طويلة من الحالات المرضية. النقرس أو ارتفاع حمض البول اللي كانوا يسموه بزمانات داء الملوك، تمام، هو عبارة عن مرض التهابي كيميائي. نعم، تمام. الدائرة الثانية عبارة عن مرض التهابي مناعي ذاتي، مناعي ذاتي. إذا في فرق بيناتهم واضح بآلية الحدوث، تمام، تمام. النقرس مرتبط بتراكم حمض البول اليوريك اسيد على مستوى الدم وبالتالي المفاصل، من هو ناتج عن حطام مركبات بنسميها الاكزانتينات الموجوده مثلا باللحوم الحمراء، موجوده مثلا بمشتقات الحليب، موجوده مثلا بالشاي والقهوه، موجوده بنسب مختلفه باغذيه مختلفه. صحيح. الدائره الثانيه مثل ما حكينا مرتبط بخلل مناعي ذاتي، فبالتالي مرتبط ب طبعا سببه ما في شيء سبب واضح له، ولكن نعم. متهم الوراثي بدور كثير كبير فيه. مثلا الشخص اللي بتلاقيه بالمصاب بالنقرس بتلاقي كذا واحد بالعين مصاب عنده نقرس، مشخص انه عنده. صحيح. والدائره الثانيه بتلاقي كذا شخص عنده دائره ثانيه. نعم. واحيانا بيظهروا مرضين مع بعض، يعني ظهور واحد ما بين في ظهور الثاني. النقرس ميزته من بين كل الامراض الاخرى انه هو المرض هو المشكله اللي بتبلش كبيره وبتصغر، اما كل المفاصل الالام المفاصل الثانيه بتبدا صغيره وبتكبر. يعني نعم. مثلا التهاب المفاصل الرثياني بيجي مثلا على شكل الام مفصليه، مع الوقت بتلاقيه عم يتطور. تمام. اما النقرس بيجي على شكل هجمه، بينقي مفصل من المفاصل، وعاده مفصل المفاصل السفليه لانه يعني بيتاثر بالجاذبيه، مفصل مثلا المشط السلامي للابهام. نعم. او مثلا مفصل عنق القدم، بتلاقي مثلا المريض نام حياته طبيعيه، فالصبح لقى متورم مفصله، حراره عاليه، الم شديد. صحيح. على حبه مسكن، على
مثلا كمادة باردة على أدوية بلش مباشرة يتراجع عمره. أما الدائرة الثانية لا، ببلش صغير يعني شوية صعوبة أساوي بالمفاصل، تدريجيا بتلاقي بلش يتألم، بلش يصير عنده يبوسة وطورت عنده الحالة. هي من حيث الأعراض في فرق واضح بيناتهم. نعم. نحن كأطباء التمييز بيناتهم سهل، بيجي من خلال يعني أنت مثلا بكل بساطة في تحاليل اللي هي يوريك أسيد، من خلالها مثلا بنشخص إصابة بالنخرس. طبعا ميزة النخرس بشكل أساسي إنه أنا مثلا وقت الهجمة يمكن أعمل تحليل اليوريك أسيد لأي طبيعي، لأن الكمية الزايدة من اليوريك أسيد ترسب بيد المفصل. نعم. فيفضل إعادة التحليل بعد حوالي أسبوعين حتى نشخص الإصابة بالنخرس. الدارس يعني مثل ما حكينا له مشعرات سريرية ومشعرات مخبرية من خلالها بنشخصها. هيك على ما أعتقد صار الفرق واضح بيناتهم. أهم شيء بالدائرة الثانية نعرف أنه هو عبارة عن مرض مزمن كرونيك، بيقعد مع مريض طول حياته. يمكن المريض يعيش مثلا عدة أشهر بشكل طبيعي، فجأة يلاقي بلش يصير عنده اليبوسة، بلش تصير عنده ألم مفاصل، يمكن يصير عنده تورمات، يمكن يصير عنده تدريجيا مع الوقت يصير عنده ظهور عقد، يعني راح تظهر أعراضه بشكل تدريجي. مثل ما حكينا كل هجمة راح تكون أشد من الهجمة اللي قبلها، لأنه هو بيصيب الغشاء الذليل المفرز للسائل، بعدين بيهاجم السطح المفصلي. كل ما هاجم السطح المفصلي رح يسبب تأكلات وتقرحات، هاي التأكلات والتقرحات رح تسبب زيادة الاحتكاك مع تشوهات على مستوى المفاصل. يعني مثلا بالمراحل الأولى يمكن يعاني مريض مثلا من تورم، من ألم، من يبوسة. بالمراحل المتقدمة رح لاقي إنه مفاصله بدأت تتشوه، يعني على مستوى مثلا أصابع الإيدين مثلا بلاحظون بلشوا ينحرفوا بشكل واضح. يعني بعض الناس بس اطلعت عليهم بتعرفوا إنه عندهم داء رثيان. على مستوى القدمين نفس الشيء، على مستوى القدمين بتتطور الإصابة بسرعة لأنه في عندي أنا حمل وزن، فيمكن تركب الأصابع على بعضها أو تعمل انحرافات وتصير تعمل خلل بالمشي. يمكن مثلا مع تطور الإصابة تنصاب المفاصل الكبيرة مثل الركبتين أو الوركين، وندخل باحتكاكات مفاصل شديدة ونضطر نبدل المفاصل حتى أحيانا بأعمار صغيرة إذا كانت الهجمة كبيرة. كلمة شفاء تام لحد الآن غير موجودة. ليش؟ لأنه نحن لحد الآن ما وصلنا لمرحلة ندخل أنا بالمورسات أو عدل الصيغة الوراثية للجسم جزء من الإصابة المرضية، ولكن مثل ما حكيت أنا بيكون هدفي الأساسي دخل المريض أنه المريض بحالات هجوع للهجمات لفترات طويلة. طبعا أنا مثل ما حكيت هدفي أضبط الهجمات بشكل أساسي، لازم أدخل أنا والمريض بنوع من الثقافة حول المرض. لازم مريض الدائرة الروماتويدي يعرف كل شيء عن المرض، يعني أكبر قدر ممكن من المعلومات مهما كانت عفوا أنه خارج مجال ثقافته، بس لازم يسأل ويتعرف، لأنه في عنده مثلا عوامل كتير بتخفف من احتمال إصابته بالهجمة، وهو مع الوقت بصير يعرف أنه هو غير شخص ثاني. يعني مثلا الهجم بتتحرض عند شخص معين نتيجة وضع نفسي، وهي كتير مثلا الاكتئاب أو سوء الحالة النفسية تلعب دور، مثلا البرد يمكن يلعب دور بتحريض الهجمة، وأحيانا الرضوض يمكن تلعب دور. فأنا بصير أعرف شو أهم العوامل اللي عم تحرض عندي الهجمة حتى صير اتجنبها. من حيث الحمية الغذائية من الأمور المنصوح فيها مريض الدائرة الثانية التركيز على مصادر الفيتامينات الطبيعية، يعني بمعنى يأكل خضار وفواكه متنوعة بألوان متنوعة بحيث يحصل على أكبر كم ممكن من الفيتامينات ومضادات التأكسد، لأن الجسور الحرة ضمن الجسم هي عوامل محرضة لأذية المفاصل وخاصة عند المصابين بالدائرة الثانية. بالمقابل في عندي مجموعة من الأغذية بتزيد احتمال تعرضه، مثلا مثل المشروبات الغازية كتير بتحرضه، مثلا الأكل الجاهز السريع اللي فيه نشويات زيادة، مثلا اللي فيه مثلا بهارات زيادة يمكن تلعب دور سلبي بهذا الموضوع. الوارد الكافي من السوائل هو نصيحة عامة لجميع الأشخاص للحماية من الأمراض المفصلية عموما. الوزن هو العدو اللدود للمفصل عند الشخص السليم والشخص مصاب بالدائرة الثانية، لأنه المفصل السليم أحيانا الوزن الزايد بسبب فيه تنكس واحتكاك، فما بالك إذا كان في عندي أنا حالة التهابية وتآكل بالسطوح المفصلية، رح يكون الوزن عامل جدا مدمر ويأثر جدا من العمر المتوقع للمفصل ويزيد احتمال الحاجة لعمليات كبيرة مثل تبديد المفاصل وغيرها. فحاول قدر الإمكان نخفف من وارد النشويات والكالوريز بحيث إنه ما يتطور الوزن عند المرض. تخفيف الوجبات السريعة ومصادر الجسور الحرة وخاصة المشروبات الغازية. الرياضة جدا مهمة لجميع المفاصل، والرياضة طبعا شخص رياضي لازم يستمر بالرياضة، لأنه الرياضة مهمة بالحفاظ على مجال حركة المفصل. إنه مع تطور الإصابة بالدائرة الثانية رح يتراجع المفصل عن قدرته على القيام بحركته الأساسية، ما عاد في يفرد على الأخير ولا يتني على الأخير. فمن خلال ممارسة الرياضة وتمارين التمطيط أنا بحافظ على مجال حركة المفصل وبطول من العمر المتوقع لهذا المفصل. نعم. عدم ممارسة الرياضة بشكل حاد أثناء حدوث الهجمات، يعني الشخص مو إنه وقت بتجي الهجمة يتذكر إنه خلاص رح أعمل رياضة وأطلع وأشتغل، لا، وأثناء الهجمات لازم تكون تمارين بسيطة، للمفصل جدا بيكون حساس لأي رد عم يتعرض له، فبالتالي لازم يكون تدريجي بممارسة الرياضة ومع الوقت يطورها ويحافظ عليها على المدى الطويل. يشخص بشكل باكر، يتعامل مع يلتزم بتوصيات الطبيب اللي راح يعطيها
من أدوية ومن غير أدوية حتى قدر الإمكان يحاول هيك يتأقلم مع هذا المرض ويصيروا أصدقاء ويخفف من آثاره الجانبية قدر الإمكان. هي أهم النصائح بشكل عام بالنسبة للدائرة الثيابية.